في يوم ما كانت هذه الأرض مهدا للزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية. حيث أنه وفي عام 95 و900 ألف شكلت الزراعة أكثر من 18% من الإنتاج الاقتصادي للعراق، كما وكان إنتاج التمور لهذا البلد قد تجاوز 1,000,000 طن ما بين عامي 88 وحتى عام 90 و900 ألف. لكن مع اندلاع حرب الخليج الأولى تم استهداف وتدمير كافة البنى التحتية الزراعية العراقية من قبل القوات الأمريكية. غالوي برنادوكس الكاتب والباحث في موقع مؤسسة غارنينغي كتب عام 2003 يقول: إن الهجوم الأمريكي واحتلاله للعراق عام 2003 أحدث تغييرات واسعة وبنيوية في المجال الزراعي العراقي. وكتب هذا الباحث عن هذا الجانب يقول: إن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق ما عدا التدمير الذي أحدثه للأراضي الزراعية التي نجمت عن القصف الأمريكي فقد خلق مشاكل جدية في البنى التحتية الزراعية لهذا البلد. أمريكا وباتخاذها سياسة تطهير مراكز محو الأمية حيدت الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية العراقية وشلت من فعاليتهم بسلبهم إمكانياتهم الزراعية، وبذلك جعلت من العراق بلدا فقيرا في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية. في عام 2020 جيك هوسفانا الكاتب والباحث في موقع العمل ضد العنف المسلح والذي يرتبط بمؤسسة تحمل هذا الاسم أيضا تحدث بأن زرع الأمريكيين للألغام الأرضية في العراق جعل المزارعين العراقيين عاطلين عن العمل. وكتب في هذا الصدد يقول: إن أمريكا وبالتزامن مع زرعها لهذه الألغام قامت بقصف جوي هائل على العراق، وهذا ما سبب بالنتيجة إلى دمار شامل لخصوبة الأراضي الزراعية لهذا البلد. فمن جانب خلفت السموم الناتجة عن استخدام الأسلحة المحرمة دولية تأثيرات سلبية على التربة بحيث بدلت بنيتها إلى أراضي زراعية سامة، ومن جانب آخر تدمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بفعل الهجمات الأمريكية المتتالية والمستمرة، وهذا ما جعل من إحياء تلك الأراضي أمرا شبه مستحيل. ليس هذا وحسب، بل إن صحيفة الغارديان وفي عام 2013 تحدثت عن أبعاد أخرى للدمار الذي نال القطاع الزراعي العراقي من جراء التواجد الأمريكي في هذا البلد، تمثل في تصدير المحاصيل الزراعية الأمريكية إلى العراق. هيدر ستيوارد الكاتب في صحيفة الغارديان حينها تحدث في تقريره عن شخص اسمه أماستوز جعلته الولايات المتحدة مسؤولاً عن إعادة إعمارها. دان أماستوز كان في عام 2013 من أكبر المصدرين للحبوب في العالم. على أي حال لم يتبقى الآن الكثير من الزراعة في العراق الذي كان يوماً ما مصدراً لأفضل التمور ذات الجودة العالية في العالم، ولعب دوراً هاماً في إنعاش الاقتصاد العراقي بشكل عام. فقد سعى الأمريكيون وخلال هذه السنين من احتلالهم لهذا البلد إلى السيطرة التامة على سوق المحاصيل الزراعية،